ما هو المخلوق الخارق في هذا الكون؟ الحقيقة إنه مخلوق صغير جدا، أقل من مليمتر طوله، يدعى دب الماء. هذا المخلوق يستطيع أن يعيش في درجة حرارة 150 درجة مئوية، ويستطيع أن يعيش في درجة حرارة ناقص 272 درجة تحت الصفر. سبحان الله، يستطيع أن يعيش من دون ماء لمدة 10 سنوات، ويستطيع أن يعيش في الفضاء الخارجي أيضا لأكثر من 10 إلى 12 عاما. هذا المخلوق الكائن الصغير جدا أيضا يتحمل إشعاعات يعني أكثر مما يتحمله الإنسان بألف ضعف، ويبقى على قيد الحياة. الشيء المذهل أن هذا المخلوق إذا منعنا عنه الماء تماما يستطيع أن يموت لمدة 10 سنوات، ثم يبعث من جديد بمجرد وضع قطرة ماء بالقرب منه. سبحان الله، ألا تدعونا هذه الكائنات الخارقة التي خلقها الله تبارك وتعالى لأن نتذكر قول الله عز وجل: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.